شهدت محافظة المهرة إطلاقا كثيفا للألعاب النارية احتفاء بالذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر وسط تفاعل جماهيري كبير. وأطلقت الألعاب النارية بكثافة من شوارع وأحياء مدينة الغيضة ابتهاجا بهذا العيد الوطني الذي أظهر مدى تمسك أبناء المهرة بأهداف الثورة المجيدة ووفائهم مع تضحيات أبطالها. وأكد المحتفلون على الدور النضالي لأبطال الجيش الوطني في مقارعة الإماميين الجدد. أقامت المنطقة العسكرية الأولى بمقر قيادة اللواء 101 شرطة جوية احتفالا كرنفاليا واستعراضيا رياضيا بمناسبة ذكرى الثورة اليمنية. وخلال الحفلة أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر عبد الله بن حيطان أن التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية على امتداد تراب الوطن دليل على أن الشعب لن يفرط في ثوراته. من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أن ثورة سبتمبر انفجرت لتحرر اليمنيين من العبودية والتخلف وهي الأم لكل الثورات الأحرار المجيدة. نظم مجلس شباب الثورة بحضرموت حفلا خطابيا وفنيا بمدينة تريم بمناسبة الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر. وخلال الحفل أكد الحاضرون التمسك بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والوصول بالبلاد إلى الاستقرار والتنمية. وشددوا على رفض أي اتفاقات سياسية تضفي الشرعية على أي مكونات مسلحة والتمسك بالمرجعية الوطنية المتفق عليها بأي حل سياسي. هذه الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام السابق نظام الإمامة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن قامت هذه الثورة برجالها وقياداتها حيث أطاحت بالنظام الإمامي السابق البغيض الذي كان يدحر على اليمنيين. نحن في 26 سبتمبر، طبعا 26 سبتمبر قامت من أجل هذا التحرير، ونحن الآن نحتاج إلى 26 سبتمبر أخرى، ثورة أخرى في اليمن بشكل عام من أجل تحرير الإنسان من ما يدور في هذا البلد، سواء كان من مناطق التحالف أو من ميليشيات موجودة أو من حوثي موجود. كل هذه أربخة الشعب اليمني هذا، وعاش في ظلم وعاش في اضطهاد وعاش في اقتصاد متدني. نحيي الشعب اليمني بالذكرى 26 من سبتمبر الذي حققت لنا كثيرا من نجاح البلاد، ونسأل الله العلي القدير أن يحقق لنا الثورات جميعا وفي هذا الوضع الاستثنائي في هذه البلاد، وأن يدحر الحوثيين من هذا اليمن الخاص، وأن يعيش اليمن سعيدا سعيدا سعيدا.